أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لا يضرك عملك حتى الصالح، انتبه، قد تؤدي عبادة فتكون خسارتك ودخولك النار بسبب تلك العبادة، لأنك أعجبت بها وفاخرت بها وظننت أن نفسك أعلى من غيرك بسببها. وش التواضع اللي وامرنا الله به؟ أنك ما تشوف نفسك أعلى من الآخرين. صح أنت مدير، صح أنت صاحب شهادة، صح عندك فلوس كثيرة، صح أن عندك بيت كبير، بس انتبه، ترى إذا شفت نفسك أكبر من غيرك حينئذ فتحت على نفسك باب شر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. إيش هو الكبر؟ قال: بطر الحق وغمط الناس. إيش غمط الناس؟ يعني احتكارهم واستنقاصهم، فلان لا يهمك ما سوى شيء، فلان هذا طايح اللي في معاصي وفي ذنوب كثيرة ما يهمك، بس انتبه، هذا غمط الناس. يا أخي صح حصل حفظ القرآن ولا حصل شهادة، كثير اللي مثله، هذا غمط الناس. ولذلك انتبه، من أعظم أعمال القلوب ألا ترى لنفسك مكانا مرتفعا على غيرك، ما تشوف لنفسك فضل وزيادة بالنسبة لغيرك مهما كان، حتى لو صاحب ذنوب ولا معاصي انتبه، يمكن عنده من الطاعات ما ليس عندك، ويمكن في قلبه من الصلاح ما ليس عندك. لا تحقر أحد، احفظ لسانك.